بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في الشابتر 6 Frequency Response and Bold Plot من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ويحدثكم دكتور منجي محمد زيدي. Here we have an example, exercise 6.1، يعني الاكزامبل الأول أو الاكزرسايز الأول في الشابتر 6. I have a low pass filter متكون من resistance ومتكون من capacitance، عندي V out وعندي V in. هنا يعني اذا البريك فريكونسي او الكورنا فريكونسي تساوي 2 باي على ار سي، تساوي 1 على بطبيعه الحال اغير الار بقيمتها والسي بقيمتها، اتحصل على البريك فريكونسي يساوي 1000 هرتز. هنا وي وونت تو بلوت ذا بود بلوت اور ذا بود كيرفز، يعني ذا ماجنيتيود ان ديسيبل اند ذا فيز ان ديجري از فانكشن اوف فريكونسي. فبالنسبه للماجنتود ان ديسيبل قلنا انه it will be يعني two asymptotes، واحد يعني horizontal وواحد sloping line، وبالنسبة للفيز ستكون يعني horizontal line في الصفر و horizontal line في 90 درجة و sloping line بين ايش وايش، بين 100 هرتز و 10 أس 4 هرتز. هذا بالنسبة للأسمتوت. بالنسبة للبريك فريكونسي قلنا انه في الشريحة الفارطة قلنا هو تساوي 1000 هرتز، فبالتالي هذا هو البريك فريكونسي 1000 هرتز هنا، نفس الشيء 1000 هرتز هنا هي البريك فريكونسي. هذا هو الماجنتيود وهذا هو الفيز. الماجنتيود ان ديسيبل يعني اي كان بلوت ات يعني بوينت باي بوينت، وبالتالي اتحصل على الريل كيرف ات ويل بي لايك ذس. بالنسبة للريل كيرف يعني بعد البريك فريكونسي يعني في كل ديكيد يعني من 1000 الى 10000 يعني انزل بكم؟ انزل ب ماينس 20 ديسيبل، من 0 الى ماينس 20. نفس الشيء من 10000 الى 100000 هرتز، لانه هذا فريكونسي، انزل بكم؟ انزل ب ماينس 20 ديسيبل، وبالتالي هذا سلوب او هذا يعني الانزلاق او هذا النزول يكون بكم؟ يكون بماينس 20 ديسيبل، بكم؟ ماينس 20 ديسيبل في كل ديكيد. وبالنسبة للفيز، الفيز يعني I can plot يعني point by point to get the real curve. بالنسبة للفيز يعني أهم شيء عندي هنا inflection point يعني انحراف الكيرف، يعني يتغير تصبح الكيرف من يعني كانت متجهة إلى أسفل تصبح الكيرف متجهة إلى أعلى، نسميه هذا الانفلكشن بوينت. الانفلكشن بوينت يحصل بالضبط في البريك فريكونسي. Thank you.